قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه طفق يقول عنها النحويون هي من أفعال الشروع، وأفعال الشروع تحتاج إلى اسم وإلى خبر، وخبرها دائما جملة، فطفق فعل من أفعال الشروع اسمه ضمير مستتر تقديره هو، وجملة يطرح في محل خبر. لماذا قيل الشروع؟ من أفعال الشروع جعل، أخذ، طفق. معنى هذا الكلام أنه شرع في الخبر. ما هو الخبر؟ يطرح. إذا لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت شرع في طرح الخميصة، فهو في ابتداء الفعل لا في التمكن من الفعل، يعني شرع في ابتداء الفعل. كما لو قلت طفق محمد يذاكر، أمذاكرته سابقة أم أنه بدأ يذاكر وشرع في المذاكرة؟ شرع في المذاكرة. هذه أفعال الشروع.